بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مداولات أمنية إثر تحذير من الأجهزة الأمنية بوجود إنذارات كثيرة لتنفيذ عمليات للرد على قرارات التضييق على الأسرى الفلسطينيين. وكان وزير الأمن إيتمار بن كفير قد قرر تقليص زيارة عائلة الأسرى واقتصارها على مرة واحدة شهريا. وسيشارك في المداولات التي يعقدها نتنياهو وبن كفير وجالنت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشباك ومفوضة سلطة السجون. من الناصرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. دكتور سهيل أهلا وسهلا بك. إذن مداولات أمنية، ولكن هل من الممكن أن تشمل هذه المداولات أو لربما أن تكون هناك قرارات باتجاه معاكس بدلا من التشديد الأمني تحسبا لأي رد فعل؟ تحياتي لك بداية. والموضوع الأمني يأخذ أهمية كبيرة في السياسة الإسرائيلية في هذه الأيام. هم يتحدثون عن أكثر من 200 إنذار يومي لإمكانية عمليات في الضفة الغربية وأماكن أخرى. هناك التوتر الموجود في الحدود الشمالية، وهنالك التهديدات القادمة من قطاع غزة. كل ذلك ينذر بأن الأوضاع آخذة في التصعيد. ولكن أكثر السيناريوهات يخيف نتنياهو هو أن تجتمع هذه الساحات سوية في مواجهة شاملة، وهنالك عدة تحديدات وسيناريوهات ومواضيع من الممكن أن تؤدي لمثل هذه الحالة. منها أولا قضية تفاقم أوضاع الأسرى. موضوع الأسرى هو موضوع جامع للشعب الفلسطيني، وهو موضوع يتعدى الفصائلية ويتعدى الجغرافيا. فلذلك هذا يتحدثون كثيرا عن كيفية إيجاد حل لمواضيع الأسرى تخوفا من مواجهة شاملة، لأن إذا كانت مواجهة على قضية الأسرى لن تكون فقط في الضفة الغربية التي تستهلك اليوم أكثر من 22 كتيبة عسكرية، حوالي نصف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الضفة الغربية، وإنما ستشمل جبهات أخرى. الموضوع الثاني الذي من الممكن أن يؤدي إلى مواجهة جماعية، أي إمكانية لاغتيالات سياسية لشخصيات مركزية فصائلية سواء فلسطينية أو لبنانية. هذا الأمر أيضا من شأنه، هناك إجماع بين الفصائل المختلفة أن أي تحدي إسرائيلي بهذا المجال سيقابل بمواجهة شاملة. والموضوع الثالث الذي من الممكن أن يؤدي لمثل هذه المواجهة هو عمل غير عادي في داخل إسرائيل، إما بمجزرة معينة وإما بالتعدي على حرمة المسجد الأقصى على سبيل المثال، أو أي شيء كبير ما يسمى الذي سيثير حفيظة القوى المختلفة ويواجهون. إسرائيل لا تخشى اليوم مواجهة كل جبهة لوحدها، مع أنه بكل جبهة هناك أزمة كبيرة لإسرائيل، ولكن هي تخشى خاصة قبيل الأعياد اليهودية التي ستبدأ في الأسبوع القادم، وخاصة مع الوضع الداخلي المتأزم بالمجتمع الإسرائيلي وهذه الانقسامات الكبيرة تخشى. ولكن دكتور سهيل، هذه الجبهات كثرت ولم تقتصر، تعد تقتصر على جبهة أو جبهتين. نتحدث عن المواجهات مع أراضي الضفة الغربية، ونتحدث أيضا عن الداخل الفلسطيني وأراضي 48، ونتحدث أيضا ناهيك عن الأزمات السياسية التي تعيشها هذه الحكومة والضغوط بما يتعلق بالتعديلات القضائية وغيرها. فما مدى قدرتها حقيقة على احتواء هذه المشاهد وهذه الجبهات المتعددة؟ هناك من يقول أن التوصل إلى حلول معينة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإيجاد أي صيغة تفاهم بين الأطراف قبيل محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء بعد غد من الممكن أن يؤدي إلى اللحمة داخلية
لتستطيع إسرائيل أن تواجه القضايا الكبرى الخارجية. ولكن حتى هذا الجانب هو يصل إلى نقطة عدم الإمكانية وعدم التوصل إلى تفاهم. هذا يقول أن هنالك مجالين ومسارين لنتنياهو وحكومته. المسار الأول هو أن يخطو خطوة إلى الوراء، بمعنى أن هناك تطمينات أمريكية بالتفاهم مع السعودية، هناك تطمينات أمريكية أنه من الممكن أن يكون هناك دعم دولي وتفاهم على قضايا معينة مع الفلسطينيين، الأمر الذي سيهدئ الساحة، وأن يجدوا الحلول لقضايا مثل الأسرى وأمور مشابهة من هذا النوع. هذا واحد من السيناريوهات المطروحة أمام نتنياهو ولم يتم البت النهائي بها نهائيا. والسيناريو الآخر هو الهروب إلى الأمام، أي مواصلة التصلف والتوحش والتعنت إذا لم يجد أي مخرجا سياسيا نتنياهو. ولكن في نهاية الأمر نتنياهو ما يهمه هو نتنياهو الشخص، كيف ينجو. وكل الاستطلاعات هذا الأسبوع تؤكد أن غالبية الشعب الإسرائيلي يرى أن نتنياهو يفكر فقط بمصلحته الشخصية ولا يفكر بالمصلحة العامة للدولة. فلذلك ما يفكر به نتنياهو اليوم كيف ينجو من المحاكم، كيف يمكن أن يبقى هذه الحكومة، كيف يمكن أن يبقى نفسه رئيسا للحكومة، ويفتش على حلول وبدائل. كانت إمكانيات أعلى قبل أسبوع، في هذا الأسبوع نتيجة لعودة عدم الثقة بينه وبين غانتس هذا الجانب يسقط رويدا رويدا. فلذلك هناك مأزق، ومأزق كبير، وهذا ما يجعل إمكانية المغامرة العسكرية موجودة على الطاولة وعالية جدا إذا ما رأى نتنياهو أن هذا سيخرجه من أزمته. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية دكتور سهيل دياب، كنت معنا من الناصرة.